وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، أكد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن عام 2024 شهد حصادا ذهبيا للرياضة البحرينية. أن توالي تحقيق هذه الإنجازات الله يسلمك في البحرين يأتي بفضل توجيهات ودعم ورعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، واهتمام ومتابعة الحكومة الموقرة التي سخرت الله يسلمك كل الإمكانيات وجعلت الرياضة إحدى أولويات. عودة لأهم الإنجازات الله يسلمك الكبيرة تشهد المملكة في هذا العام، فقد عرف عام 2024 حتى الآن حصاد ذهبي للرياضة البحرينية لله الحمد. توجه يوم أمس سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمحافظته على لقب بطولة العالم في رياضة القذرة. هذا الإنجاز الجديد الذي أكد من خلال سموه على أن الرقم الصعب والفارس الأول عالميا وأنه مصدر فخر واعتزاز لكل بحريني وبحرينية.